وللمزيد معنا من لندن الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أهلا ومرحبا بك دكتورة. بداية، شهران وتكمل القوات الأمنية سنة كاملة للسيطرة على مدينة الموصل، وما تزال الجثث منتشرة خصوصا في المدينة القديمة، كيف تفسرين ذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام، وأيضا نسأل الله في هذا الشهر المبارك أن يتقبل الصيام والطاعات. اللهم آمين. يعني توقعنا منذ البداية أن يسقط عدد كبير من المدنيين ضحايا لهذه العمليات العسكرية، ما يدعون أنها تحرير مدينة الموصل. وطبعا تعددت الأسباب التي يعني أدت إلى هذه النتيجة المروعة والمؤسفة. سقوط عدد كبير من ضحايا الموصل، وبالتالي يعني عدد كبير، العثور على عدد كبير من الجثث، ويعني وقبل 3 أيام وصل تجاوز العدد 600 جثة خلال فقط يومين، يعني يدل على يعني عظم الكارثة التي تعرضت لها مدينة الموصل. منذ البداية كانت هناك استهداف منظم للأحياء السكنية بالقصف العشوائي، الاستخدام أسلحة ثقيلة، لم يتم مراعاة قوانين الحرب وتجنيب المدنيين لهذه الأسلحة، بل على العكس من ذلك صدرت الأوامر من البيت الأبيض للبنتاغون باستخدام أقوى أنواع الأسلحة من أجل فقط تحقيق نصر بأسرع وقت ممكن. أيضا لا ننسى أن مدينة الموصل فيها كثافة سكانية عالية، ولم يتم توفير أي ممرات آمنة من أجل أن يخرج المدنيين، وبالتالي تجنيب المدنيين من الوقوع ضحية القصف. أيضا على العكس من هذا، طلب العبادي من أبناء الموصل أن يبقوا في المدينة الموصل، وهذا أيضا تسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين صفوف المدنيين. نعم. من الناحية الصحية والبيئية، ما تأثير بقاء هذه الجثث دون دفن، وأين حقوق هؤلاء الضحايا، خصوصا إذا ما ركزنا على نقطة واحدة، وهي أن الأحزاب التي تتحكم بالمشهد في العراق تدعي أنها أحزاب إسلامية، وديننا يحتم علينا قضية إكرام الميت دفنه، ومن المسؤول أيضا عن هذه الفاتورة الطويلة من الدم؟ ليس فقط الشرائع الدينية يعني تكرم الميت وإكرام الميت ودفنه، بل حتى أن من بين جرائم الحرب هي أن يتم ترك الجثث بمثل هذه الطريقة، هذه جريمة حرب، وبالإضافة إلى أنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. يعني ترك الجثث بمثل هذه الطريقة دون أن يتم انتشالها ومن ثم دفنها في أماكن مخصصة يعرض مدينة الموصل إلى خطر كبير، خطر صحي وخطر بيئي. الخطر الصحي في انتشار الأمراض، يعني إهمال الجثث وعدم انتشالها يؤدي إلى انتشار أمراض خطيرة لا تقل عن أهميتها مثل الطاعون والجمرة الخبيثة وغيرها، بالإضافة إلى ذلك خطرها على البيئة، التلوث البيئي الذي سوف تتسبب به بقاء هذه الجثث، وتلوث المياه، تلوث التربة، بالإضافة إلى هذا خطر على الحيوانات الكثير، خطر يعني تلوث الهواء، الكثير من الأخطار التي تحيط بأهالي الموصل جراء بقاء هذه الجثث. لا ننسى أيضا أن يعني عدم الاكتراث يعني انتشال الجثث سوف يؤدي إلى خطر على حياة الناس، هذه الناس تغتات على يعني مصدر غذائها الآن هو المياه، المياه أكثرها الآن من الآبار، بقاء الجثث سوف يؤدي إلى تلوث المياه وبالتالي انتقال الأمراض المعدية والأمراض الخطيرة إلى أبناء الموصل، بالإضافة إلى ذلك يعني سوف يؤدي إلى ظهور أيضا أمراض لا تقل عن الإنفلونزا مثلا، الإنفلونزا الآن خاصة هناك أنواع كثيرة من الإنفلونزا الخطيرة، وهذه الجثة سوف تؤدي إلى هذه الأمراض. بحسب مصادر صحفية هنالك 3000 معتقل محكوم بالإعدام ينتظرون مصادقة الرئاسة لتنفيذ هذه الأحكام بحقهم، ما دلالة هذه الأرقام الكبيرة وما مدى نزاهة القضاء؟ نعم بالتأكيد، يعني وجود مثل هذه الأرقام الكبيرة، وطبعا لا ننسى أن هناك تقارير منظمات حقوقية كثيرة يعني تشير إلى يعني
عدم نزاهة القضاء العراقي. نحن نعرف بأن في العراق القضاء مسيس وتابع إلى أحزاب حاكمة في العراق، بالإضافة إلى أنه قضاء غير نزيه، المحاكمات غير عادلة، لا تخضع إلى يعني أدنى شروط التي تدل على نزاهة أي محاكمة، ومنها أن يتم توفير ممثل قانوني لهؤلاء الذين يعتبرون في نظر الحكومة مذنبون. الحقيقة أن حتى أن طريقة الاعتقال وطريقة توجيه التهم من أساسها يعني لا تخضع إلى المعايير القانونية. نحن نعرف منذ البداية أنه منذ بداية العمليات العسكرية على الموصل تم إطلاق لقب دواعش على كل أبناء الموصل، وبالتالي اعتبر كل أبناء الموصل متهمون وأنهم دواعش، بالتالي عملية اعتقال عشوائية وكيل للتهم، والإضافة إلى ذلك أن الاعترافات يتم انتزاعها تحت التعذيب، وهذا تم إثباته سواء في التقارير الحقوقية وحتى في التقارير الصحفية. ومع هذا الحكومة العراقية تسير في نهجها ويعني وتصدر الأحكام بالكلام عن الحكومة العراقية وأنها تسير بنفس النهج هنالك أحكام أيضا بالإعدام جديدة على 40 امرأة بنفس الذرائع والطرق، وهي تهمة أصيلة بتنظيم القاعدة في محاكمات لم تستمر لأكثر من 10 دقائق. كيف برأيكم توصل القضاء العراقي لاتهام هؤلاء النسوة وإعدامهن؟ في الحقيقة من المعروف جيدا أن يعني توجيه الاتهامات وخاصة إلى النساء ليس لأنهم كانوا طرف مباشر ويعني فاعل حقيقي لما يدعون أنها جرائم إرهابية، بل على العكس من ذلك يتم توجيه تهمة بالغة الخطورة، هو أنه أن لديهم أقارب ينتمون إلى تنظيم الدولة، وبالتالي الكثير من النساء يعني يتم الحكم عليهم دون أن يكون لهم أي علاقة مباشرة بأي أفعال إجرامية، فقط لمجرد انتمائهم وكونهم أحد أقارب من يدعون أنهم ينتمون إلى تنظيمات إرهابية. الحقيقة يعني مراقبة ما يتم من عمليات محاكمة لهؤلاء النسوة، طبعا هذا ليس هو الأحكام الأولى، هذه 40 امرأة الأخيرة، هذه سبقتها الكثير من مئات من أحكام الإعدام التي صدرت بحق إعدام وطبعا سجن مؤبد تم توجيهها إلى نسوة بذريعة أن أحد أقاربهم سواء أزواجهم أو أخوانهم أو آبائهم ينتمون إلى تنظيم الدولة، وبالتالي فهذه الأحكام لا تمت يعني بأي صلة كانت إلى القانون، بل هي مجرد يعني بدون أن يجدوا ضحايا يقدموهم كأقباش فداء في سبيل أن يقولوا أنهم يعني مسيطرون وأن هناك قانون وأن هناك محاكمات. نعم، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني كنت معنا، شكرا جزيلا لك.